هيبو المترجمة، أهلا مرحبا بكم. في هذا الفيديو سوزانا بيانكا هي من صرف كونار. سوزانا بيانكا هي أرتزية كبيرة في الحجم من إسبانيا، كذلك نموذج منحنى مؤثر إيجابي في وسائل التواصل الاجتماعي. نزل حسنا الإسبانية في 26 من شهر يونيو 1992، تبلغ من العمر 30 سنة اعتبارا من عام 2022. البرج الفلكي هو السرطان. جميلة نشأت وترعرعت في جزر الكناري في المحيط الأطلنطي قبال المغرب. جميلة شاركت في عدة تظاهرات لعرض الأزياء، كما أنها شاركت في مسلسل The Fashion Hero TV. هذا الأخير أعطاها فرصة عظيمة وسبقت الحصول على تجربة رائعة، لكن أيضا للتعرف على كثير من الأشخاص حول العالم. لعملها في وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الرجال والنساء الحب بأنفسهم بشكل مستقل عن حجمهم. حسبة الجميلة تزيد من 106 ألف متابع على حسابها في الانستغرام. قدر ثروة الحسنة الكنارية في سنة 2021 بين 100,500 دولار أمريكي. الجميلة في الطول 178 سنتيمتر، قصر صدرها 105 سنتيمتر، مقاس الخصر 78 سنتيمتر، أما مقاس الورقين 118 سنتيمتر. شعرها أشقر ولون العيون أزرق، الجنسية إسبانية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد القادم، وشكرا.